يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة خاصة جدا جدا، لأن هي بتسبق مباراة نهائي كأس مصر ما بين الأهلي وطالع الجيش بساعات قليلة، فبالتالي هيكون كلامنا كله على مدار هذه الحلقة من خلال كل الكواليس اللي بتتعلق بفريقنا الحبيب النادي الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر وحلم الثلاثية، ويعني بإذن الله النادي الأهلي يقدر يفوز النهاردة، وهنتابع كل الكواليس وهنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة قبل مباراة اليوم اللي هتكون في تمام الساعة 8 مساء باستاد الجيش برج العرب، وإن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي عشان يبقى ثالث ألقابه هذا الموسم بعد الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وبإذن الله ما يكونش كمان اللقب الأخير النهاردة رغم صعوبة اللقاء، وإحنا هنتكلم بالتفاصيل كتيرة جدا عن مباراة اليوم، وهنكون كمان في انتظار مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، لكن خلينا واخدينها خطوة خطوة وبإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي. مستنيين تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وتوقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة اليوم. هناخد يعني توقعات حضراتكم مع الجزء الأخير من نهاية حلقة النهاردة. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، يلا في ترند الأهلي الليلة. الأهلي على موعد مع الثلاثية إن شاء الله. الفريق الأول يواجه الطلائع بحثا عن لقب الكأس الـ37. وفي الترند العالمي كوكا يغيب عن أولمبياكوس بسبب مضاعفات كورونا. طيب قبل ما أروح لفاصل خليني أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم. نبتدي طبعا بمباراة النهاردة، هي أهم مباراة بالنسبة للكل، وهو نهائي كأس مصر هيكون الساعة 8 ما بين الأهلي وطلائع الجيش. كل التوفيق للمارد الأحمر بإذن الله. في مباريات الدوري الإنجليزي في عدد من المباريات في الجولة الحالية، ابتدت ببرنلي وإيفرتون، مباراة انتهت من شوية بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. مانشستر سيتي وفولهام، مباراة ابتدت في هذه اللحظات حتى الآن تعادل سلبي 0-0. وستام يونايتد هيلاعب مانشستر يونايتد الساعة 7:30، ومباراة السهرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين تشيلسي وليدز يونايتد، بالمناسبة هتبقى مباراة قوية بكل تأكيد. طيب خلينا نروح للدوري الإسباني، النهاردة في عدد أيضا من المباريات في هذه المسابقة الهامة. ليفانتي لعب وفاز على ختافي 3-0. إشبيلية هيلعب الساعة 5:15 مع ريال مدريد، مباراة مهمة جدا، ريال مدريد بيحاولوا يستفيقوا بعد الإخفاقات المتتالية سواء على مستوى الدوري أو مستوى دوري أبطال أوروبا مع زين الدين زيدان. وكمان مباراتين أخريتين ما بين أتلتيكو مدريد وبلد الوليد الساعة 7:30، وقادش مع برشلونة الساعة 10 بالليل. لكن فيما يتعلق بالدوري الإيطالي، النهاردة في عدد أيضا من المباريات. سبيزا بيلعب مع لاتسيو، مباراة يعني في هذه اللحظات لسه شغالة، لاتسيو متقدم بهدفين للا شيء. يوفنتوس هيلعب الساعة 7 مع تورينو هتكون مباراة مهمة جدا، وإنتر هيلعب بولونيا الساعة 10:15 مساء. دي أهم المباريات والأحداث حول العالم، لكن الأهم بالنسبة لنا كلنا كل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل المباراة المهمة جدا النهاردة أمام طلائع الجيش. التفاصيل لحظة بلحظة هتكون معانا، بس هنروح لفاصل الأول وبعدين نرجع نكمل، يلا بينا.